دعت فرنسا إلى ضرورة تبني قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والتي تم تحديد وإقرار جدولها الزمني من قبل الأطراف الرئيسية خلال مؤتمر باريس في مايو الماضي. هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إينيس فون ديرمول على تشجيع بلادها لكل المبادرات المندرجة في إطار الوساطة الأممية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا. هذا وقالت ديرمول أن بلادها على يقين بأن الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإرساء الاستقرار على نحو مستدام في ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك ما تتضمنه خريطة الطريق للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والذي يحظى بدعم من فرنسا.